لوحة ليلة النجوم هي لوحة ذاتية للفنان الهولندي الانطباعي فان جوخ، أيضاً واحدة من أكثر اللوحات شهرة في الثقافة الغربية. الفنان هنا أطلق العنان لخياله بدرجة كبيرة. الصورة تجسد منظر ليلي لبلدة سان ريمي دي بروفانس في الجنوب الفرنسي الساحر. رسمها الفنان من نافذة الغرفة اللي كان يقيم فيها. اللوحة رسمها في النهار معتمد على ذاكرته وانطباعه الفني في الليلة اللي مرت عليه يومها. اللوحة فيها عدد من النجوم أشبه بالأجرام السماوية المشعة ودوامات زرقاء وهلال أصفر متوهج، بالإضافة لبرج وشجر سرو. الشجرة هذه تعبر عن الموت في بعض المعتقدات الأوروبية في هذا الوقت. الفنان استخدم الألوان للتعبير عن عواطفه ومشاعره ومنهجيته. النمط هنا مليء بالأحاسيس وبالتعابير، فالنجوم هنا لما نشوفها كأنها راح تنفجر في السماء بطريقة تجريدية ومميزة ومعبرة عن مشاعر الفنان فان جوخ. نشوف لوحات للفنان عبد الله الشيخ، وهو واحد من ألمع الفنانين التشكيليين السعوديين اللي أثروا الساحة التشكيلية بأعمالهم الفنية اللي بدأت في معرضة في مدينة الخبر عام 1982 ميلادي. ارتقى عبد الله الشيخ بتجربته الخاصة واستطاع أن يدخل النحت في لوحاته، فكانت لوحاته دمج بين الرسم التقليدي والمنحوت، وغلب الأكريليك على لوحاته وأدخل فيها بعض الخامات مثل الأسلاك والحلقات المعدنية. تميز العصر الحديث باختراع التصوير الفوتوغرافي واختراع الكاميرا اللي سوت نقلة كبيرة في نقل الأحداث وتوثيقها، وهي عبارة عن آلة تستخدم من أجل التقاط الصور أو تسجيل المقاطع المرئية. تتكون الكاميرا من صندوق محكم الإغلاق، بحيث يوجد في هذا الصندوق فتحة تحتوي على عدسة مسؤولة عن بيان المشهد المراد تصويره. والكاميرات جلست تتطور بطريقة سريعة جداً إلى أن وصلت للتصوير الرقمي الموجود الآن في الكاميرات الحديثة والجوالات. لكن هل في علاقة بين الفن والتصوير الفوتوغرافي؟ هذا يرجعنا للكلام عن الفنان من الأساس. الفنان الحقيقي هو اللي عنده رسالة يبغى يوصلها، ويقدر يأثر في اللي يشوف هذا الفن والتصوير يحقق هذا الهدف. واستطاع المصور أن يطور نفسه، مو مجرد واحد ماسك آلة تصوير يصور فيها. المصور الفرنسي هنري كارتيه بريسون يعتبر منشئ التصوير الفوتوغرافي الصحفي الحديث. ابتكر شيء سماه اللحظة الحاسمة، وهي اللحظة اللي يقدر ياخذ فيها المصور صورة عفوية في لحظة فارقة، وساهم في تطوير أسلوب تصوير حياة الشارع أو الحياة الحقيقية، واستطاع أن يأثر في أجيال من المصورين الفوتوغرافيين اللي اتبعوا. العفوية أثرت بشكل كبير في الجمهور، وخلت التصوير الفوتوغرافي أكثر صدقاً. التصوير الفوتوغرافي يمثل الواقع، قدر التصوير أن يشكل الواقع بدرجات مختلفة من الدقة، وهذا السبب هو اللي خلى السرياليين يميلون للتصوير الفوتوغرافي بشدة. طريقة فهم المصورين لتقنيات التصوير والضوء هو اللي يحول المصور إلى شخص فنان، وحولت التصوير الفوتوغرافي إلى فن. والمصور الحقيقي هو اللي يقدر يحول فكرته أو رؤيته إلى صورة فنية. فدور فن التصوير الفوتوغرافي ما يقل عن بقية الفنون اللي أثرت في المشاهد وكشفت عن الجوانب الإنسانية والارتقاء بجماليات الإبداع عشان التاريخ يخلدها في كل مكان وزمن. متاحف كثيرة اقتنت صور بريسون لأنه كان مبدع في الشارع والواقعية والتعبيرية. صور بريسون استمدت نجاحها وتميزها من التقاطها في زمن اللحظة العفوية بصورة دقيقة مكتملة العناصر. بدأ التصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود، ورغم دخول اللون إلى الصورة الفوتوغرافية بشكل عملي من ستينيات القرن العشرين، لكن التصوير الأبيض والأسود ما زال يحمل جمالية خاصة وقيمة عالية. من خلال توزيع الظل والنور والتدرجات الرمادية للألوان
وهو دائما يجذب وله قوة تأثير في المشاهد. استطاع المصور السعودي أن يفرض نفسه في عالم التصوير، بل ويتخطى كل العوائق ليسجل اسمه في المحافل الدولية والعربية، واستطاع أن يلتقط بعدسته الجمال الموجود في الكون. وفي أسماء كثيرة لمصورين سعوديين حصلوا على جوائز عالمية. أمان القحطاني مصورة سعودية وصلت للعالمية وحصدت 888 جائزة محلية وعالمية بموهبتها في أسلوب التصوير والمشاهد الإبداعية. بدأت التصوير كهواية عام 2015 ميلادي، ثم انطلقت بعد ذلك للعالمية. وهنا حابة أسألكم سؤال أو ألفت انتباهكم لملحوظة جدا مهمة. شايفين كيف مضمون الفن والإنتاج الفني صار أسرع وأوفر وأكثر؟ يعني حضارة ما بين النهرين أو مصر القديمة أو اليونان القديمة أو الرومان عمروا مئات السنين، بس الآن إحنا في زمن متسارع مع التكنولوجيا، فإنتاج الفن كذلك صار أسرع. فنرجع مرة ثانية لفترة الروكوكو اللي شفنا فيها أن الفن صار متاح للجميع، والكل صار ينبسط بالفن ويمارسه، لدرجة أن الفن صار من المواد الأساسية في المدارس، وصار توجه للمملكة اللي صارت تهتم بالفن وتدعمه بشكل كبير.